دكتور راشد، كيف اقبال اليوم الطلبة والمدارس على معرض التخصصات الجامعية؟ حقيقة كان الاقبال جيد جدا، معنا استقبلنا بالامس حوالي 2000 طالب من مختلف مدارس شمال الباطنة. اليوم ايضا استقبلنا في الفترة الصباحية حوالي 1000 طالبة من المدارس ايضا شمال الباطنة، والان نستقبل العدد المتبقي، 1000 الاخر العدد المتبقي، يعني خلال اليومين الماضيات حوالي 4000 الى 5000 طالب وطالبة زاروا المعرض. أهلا وسهلا بالجميع، أنا الطالبة رؤى بنت إبراهيم الرشدية من كلية البيان، والآن متواجدين في معرض التخصصات بشمال الباطنة. طبعا في البداية كل الشكر والتقدير للمديرية العامة بوزارة التربية بشمال الباطنة لإقامتها بمثل هذا المعرض الذي يهدف المسار أو توجيه الطلاب لمسارهم المهني والمستقبلي.